رحمة وبدريا امبارح تخانقوا ورجعوا تصالحوا، واليوم تجددت الاشتباكات بسبب الاستفزاز المتبادل بين الطرفين، وبجو الضغط والتعصيب المشكل بيوقع بعشر ثواني. نسا كانت العام احنا المملين، احنا عم نجيب الملل لحالنا. زي يعني احنا اول شيء ما عم نقعد مع بعض لانه انتم مقاسين بعضكم بصراحه. انت محمد دائما مع بعض سمايلي. بدريه قبل ما تخبصين حكي واتخانق وياك بليز. كل ما بنشوف حدا بنقول له عود معنا ما بده يقعد. بدها تتخبص هي بدريه. طاهره كل واحد قاسم حاله. كل اثنين مع بعض صار. يعني حبيبتي هلا انت اذا مثلا شفتينا انا ومحمد قاعدين هون بالصاله وعم نحكي، يعني انت ممنوع تجين تقعدين؟ انا اخلاقي بتسمح ليش نقعد معاكم. نعم؟ كي تبداوا تحكي وانت متضايقه من شيء وبدك تحكي مع رمضان وحدك، انا باي حق نجي نقعد معاكم؟ وانت يعني دائما تشوفيني مثلا متضايقه وبحكي مع محمد رمضان قاعدين عم نضحك. متضايقه مش دائما متضايقه. بدري بليز بلا تستفزيني ولي يرحم امك كافي. ربي يسكتها رحمه. بدري انت ما بتعرفي تحكي. ما بتعرفي تحكي. قص عليك انت بتعرفي تحكي بربي ما توترنيش اعصابي. اكيد بعرف احكي. وعلى الاخر. انت شفت شو حكيت؟ يا ابني والله العظيم احنا لما نروح كلنا انا وانت يعني على الكلام اللي هنقوله انا بحس انا مليت الحكي تصدق؟ ايه؟ انا من العالم اللي مليت من قلة الحكي. انا ليك انا بس اقعد انا ورفقاتي ويصير هيك مواقف قدامنا مثل هيك تلاقينا فرطنا من الضحك من النظرات. اه انا بدي حدا بس تطلع فينا. عشان كده انت لحالك. لحظه شكري هلا الموضوع ليه ما بيضحك صح؟ هي قالت انتوا لا انا صرت قاعدين شنو قعدت قامت تتخانق شو صار لكم؟ نصيف واحد يجي يقول لك انتوا قاسمين حالكم. ما حدا قاسم حاله يا جماعه. مش قلت لك تعال نيجي نتعشى مع بعض قبل شوي واللي يرحم امك ما قلت هالكلام انا ولا لا؟ ايوه قلت ولا ما قلتش؟ قلت. اجينا قعدنا انا ونصيف رمضان ما حدا قعد كله ما في ما بعرف وينهم. طيب هي تحكي حكي انا المشكله ما بحب حدا يخبص بالحكي بس هيك انا وحده هيك عن جد اذا انا بتخانق كثير ومتضايقين سكروا قدامكم. عم بتخبصي يعني بدري انت؟ طبعا جمله ابدا. بدريه رح اذبحها هاي. ليه؟ عن جد وحياة الله قسما بالله العظيم رح ابتلش ببدرية انا وتيجي تقلي انت ما تتخانقي معها. ليش؟ طيب شو صار؟ يا ابن الناس مستفزة وبدك الواحد ما بيعصب يعني؟ شو صار؟ قاعدين احنا قلت لهم قالوا كثير ملل ملينا من الملل قلت لهم يا جماعة انتم جايبين الملل نفسكم احنا ما ولا يعني كل واحد قاعد لحاله. عم قلكم لكم مساء قبل شوي قلت له مش قدامك قلت له شو تعال نتعشى قلت له مساء يعني بحب مثلا نقعد مع بعض نلعب مع بعض نخترع شيء مع بعض ما حدا مثلا عم نلعب نقول لفلان تعال معنا ما بده يجي يقعد معنا فهي شو قالت طلع فيه شو هالكلام بربي اسكت يا رحمه انتوا قاسمين حالكم انتي ورمضان 24 ساعه لحالكم سلطان وطاهره قلت لها يعني متى شفتينا لحالنا كل ما بنقعد انا وياه النادي نصيف تعال عود معنا شكري تعال مش نحكي انا وانت هالحكي ولا لا؟ مضبوط. قالت لي انت اكثر وحده قاسمه حالك وما بدك حدا وقالت لي انا اخلاقي ما بتسمح لي اقعد بنصكم نعم؟ لا محمد عن جد هلا انا عم بحكي عن جد مش مستفيد من الموضوع. ليه حرق دمك انت؟ شو يعني؟ طلع علي ليش حرق دمك؟ يلا نحب نقتل عبد انا لهنا من الكذب والنفيق نطيح شيء بعينينا الرافي ما نحبش ندخل معاه في حوارات تكسر لي كرايم كان ما عليك كان جا عندي بيستولين مسدس لما نقتلهم الكل ندخل حبس سبيل تعال على غرفة لا لا انا اكثر شيء عجبني بجد انا بس الحاجات عجبتني النهارده يعني اخش انام كده وافتكرها النظره اللي اديتها لك كنت اديتها لي دلوقتي فاليوم عم نحكي انه بدريه شفتي كذا 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 عم تلاحظي قالت انا ما شفت ولا بتطلع ولا بعرف شيء انا ما بعرف شيء بليز هيك بعد انا ما ندخلش هل انا ما ندخلش وما نفهمش وما نعرفش وما شفت وما بشوف
قلت لها شنو بدرية؟ قلت لها انت رادار، انت النملة اللي تفوت تعرفين وين راحت. انت يمكن تعرفين اخبارها اكثر عن مدام رولا، مدام رولا تراقبنا بالكاميرات، انت تعرفين ازيد من مدام رولا. اكيد تعرف اكثر. مش طبيعية. بريك اخير ومنتابع اخر قسم من اليوميات.